طب احنا عندنا أسئلة كده في برنامجنا تقليدية في ساعة صفا. ها قولي لي بقى، امتى تحسي بساعة صفا او بالصفا في حياتك؟ امتى؟ يعني لما اكون قاعدة مع بنتي ورايقين وكويسين وكل شيء تمام كده. يعني طبعا دلوقتي كنت ببقى قاعدة مع بنتي وامي الاول. دلوقتي الله يرحمها. الله يرحمها. طب بنتك الحمد لله قاعده معاكي على طول الحمد لله، وتقعدوا بقى مع بعض ساعات. بس انا مش عايزاها تقعد معايا على طول بقى، انا عايزه احلقها بقى. طبعا احلقها عشان تبقى صفا بجد يعني. طب اما هتتجوز ان شاء الله ويمكن تبقى في بيت تاني مش كده، ولا هتقولي لها لازم تقعدي معايا برضو؟ لا في بيت تاني. لا طبعا ان شاء الله. طبعا ان شاء الله. تقعدي بقى ساعات الصفا ازاي ومع مين؟ مشيره اسماعيل بقى تقعد مع مين؟ مع نفسها ولا مع؟ طبعا مع نفسي شويه، احب اقعد مع نفسي شويه. ومع اكتر اقعد مع اخواتي واولاد اخواتي. واولاد اخواتك؟ اكتر اقعد، ده بيبقى مطمني ومريحني. طب امتى بتبقي خليت الذهن كده وصافيه وقاعده مبسوطه؟ امتى؟ مفيش ملغصات في حياتك؟ امتى؟ ما هو مفيش ملغصات يعني، ولا مسؤوليات ولا مشاكل ولا حاجه؟ الحمد لله مفيش مشاكل ولا مفيش يعني، الحمد لله مفيش ملغصات. ببقى قاعده مع صاحبتي فاديه عكاشه. فاديه طبعا الفنانه الجميله، اشتغلت معاها كتير على فكره هي. ما انا عارفه عارفه ليكوا تاريخ طويل مع بعض. طبعا اشتغلنا في المسرح كتير وهي فنانه رائعه الحقيقه. طيب قولي لي، مين بتحبي يكون انيسك في ساعه الصفا غير فاديه وغير مشيره؟ والله انا من اصحابي القريبين جدا الاب نودي. والله يا انا اخر مره كلمتيه امتى؟ طيب من كام يوم. من كام بنتكلم يوم؟ معدل يوم بعد يوم او كل يوم او كل 3 ايام او كده. علاقتك بدات بيه من زمان ولا من الفرقه القوميه بقى برضو؟ من الفرقه القوميه. الفرقه القوميه. كتب لك حاجه مثلا ولا بس كانت الاغاني بتاعتكم كتب لي انا شخصيا؟ لا كتب للفرقه، كان بيكتب للفرقه. طب كتب ايه احلى اعماله للفرقه؟ البامبوطيه. البامبوطيه. طبعا. كلام البامبوطية هو كان كلام تقليدي يعني شعبي موجود، بس هو خد النغمة وحط الصاغه. صاغه. كتب عليه كلام جديد يعني. مين بتتصلي بيه غير عبد الرحمن الأبنودي يعني ساعة الصفا دي؟ والله أنا أصحابي برضو قليلين. قليلين. بس هل الصداقة بقت صعبة دلوقتي؟ لا، هي الصداقة القديمة هي اللي بتعيش. هي اللي بتعيش. انا اصحابي قوي يحيى الفخراني ولميس. اصحابي قوي. بنتصل دايما ببعض واخد رايهم في حاجات وكده. وبرده صديقي جدا عادل امام. والله وحسين فهمي صديقي جدا وبتكلم معاه برده ساعات اخد رايه. طب يحيى الفخراني بيقولوا ان كتير يهديكي ويقول لك طولي بالك طولي بالك، صح ولا انا غلطانه؟ هو يحيى واقعي وانسان كويس جدا جدا جدا، ومواقفه انسانيه وجميله. يحيى شخص محترم جدا يعني، بحب مواقفه كده ولما يتكلم يعني واقعي قوي. يحيى اشتغلتي معاه في اعمال؟ اشتغلت معاه في ابناء الاعزاء. شكرا. فاكره بتاع بابا طبعا. عبده. بابا عبده. ما كنتش معاه مباشر يعني. بس كان بس كنت في نفس المثال. طب ما رشحكيش لاي عمل من اعماله الاخرى؟ لا والله. بيعمل مسلسل مثلا كل سنه ولا ما كانش فيه دور معين؟ لا والله ما رشحنيش، ما شفتش برضو ان فيه دور ينفعني يعني. وبعدين ممكن يكون مش هو اللي بيرشح، ممكن يكون بيسيب المخرج يرشح. بس برضو يعني ليه راي كنجم ممكن يرشح برضو اذا كان فيه طبعا دور. مش مشكله. انا مش بفكر فيها. اصحابي دول اصحابي. الشغل ده بيجيب نفسه. وبعدين الشغل ده رزق. طبعا الشغل رزق، والرزق بايد ربنا بس. مش بايد حد تاني يعني. مش حد يقدر يجي بني ادم يجيبني عشان يرزقني. لا دي لا. لا طبعا. لا انا مقتنع ان الرزق ده. انت فنانه مش محتاجه، انت فنانه كبيره ومش محتاجه حد يجيبك. انا بقول ده رزق بتاع ربنا فعلا. الشغل ده رزق بيسبب الاسباب يعني. لا ما حصلش يعني. ما حصلش. ايه الدور اللي اتعمل مثلا مع يحيى الفخراني وانت حبيتيه وتمنيتي انك كنت انت اللي تعمليه؟ اكيد في حاجات، لان اعمال يحيى كلها حلوه جدا.
أكثر حاجة عجبتك في الفترة الأخيرة من المسلسلات؟ آه المسلسل بتاع اللي فات ده حلو جدا، ومحمد عز ده كان ظريف جدا، هو يحيى فيه كان هايل. بس المسلسل بتاع رمضان اللي فات ده كان إنساني، وكان يحيى تعبيراته فيه شرف فتح الباب. كان تعبيرات يحيى فيه جديدة، يعني تعبيرات ممثل عالمي. يعني أنا حسيتها كده. وبعدين تعبيرات صامتة وبتوصل لك المضمون بعمق. عجبني جدا.